مهم. To start with, إن شاء الله راح نبدي. What the meaning of aneurysm? إيش معنات الأنيوريزم؟ وين هذه؟ نبدي إبراهيم عبد المجيد أبوي. What the meaning of aneurysm, إبراهيم؟ 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 زين، إيلاف مطيع؟ نعم دكتور، أي دكتورة إيلاف، تسمعني إيش دكتور؟ معنات؟ أي عاد أسمعك ماما، أسمعك، إيش معنات أنيوريزم؟ هو في localized dilatation in the wall of the arterial wall. بعد يعني هو يكون في localized segment area arterial wall يصير بيها في يعني bulging أو dilatation. بعد اكو كلامك صحيح جدا، بس اكو بعض الامور الاخرى اريد ان اشيكها. It is a permanent dilatation of localized segment of the arterial wall. اوكي خليني اكملها. It is a permanent dilatation of a localized segment of the arterial system more than one half of the diameter. إذا بينه ثلاث أمور. أول أمر هو permanent، يعني ما يعني ما transient. رقم اثنين localized segment not all the length of the artery. رقم ثلاثة the dilatation should be more than one and half. It should be more than one half of the of its normal diameter. other than راح يعتبر في الدايليتيشن بس ولا يعتبر انيوريزم. الانيوريزم لازم يكون بينه هذه الكرايتيريا الثلاثه. اوكي هاو كان وي كلاسيفاي انيوريزمز؟ وي كان كلاسيفاي انيوريزم اكوردنج تو ذا وول تو ذا شيب اند تو ذا ايتيولوجي. طبعا هذا السؤال عده مرات جبته، يعني كثير من المرات كان جاء كثيوري وحتى بالعمل اجيب سلايد بينه انيوريزم اقول له شخص او للطالب كلاسيفاي ذا منشن ستراكشر او ديفرنشال دايجنوستس بالبدايه ذن كلاسيفيكيشن. فاذا الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا وول، اكوردنج تو ذا وول يعني عندنا تو تايب ايذر ترو اور فولس، يعني اما ترو او فولس. الترو اللي هو يحتوي على 3 اليمنتس اوف ذا وول لايرز اللي هي الانتيما الميديا والادفانتيجيا. اما الفولس فهو يحتوي فقط على اللاست لاير اللي هي فايبروس تيشو او قد تسمى بالادفانتيجيا. according to the shape يعني اما عندنا الفيوزي فورم او الساكولار. الفيوزي فورم يعني من كل الجهات يكون بينه دايليتيشن، الساكولار من جهه واحده وبينه نيك وبينه بودي. according to the etiology it's most commonly caused by atherosclerosis more than 95% من الاثيروسكليروسيس تجي من من الانيوريزم عن طريق الاثيروسكليروسيس. هاي مهمه جدا. بعد ايش عندنا؟ عندنا التروماتيك انستوماتيك بوست ستينوتيك اوكي اند كولاجين اند سيفليتيك اللي هو انفكتد. This is according to the etiology. إذا ترو هون الادفانتيشن ميديا والانتماء الساكولار جهة معينة وتجي من جهة معينة، أما الانفيوزي فورم فمن كل الجهات. الفولس انيوريزم جزء منه هو دايسكتنج انيوريزم. اكو فد سمول انجري بالانتماء بحيث انه البلد يدخل داخله ويعمل سيبريشن ما بين الميديا والادفانتيشيا ويمشي بالوول وبعدين يرجع مرة أخرى، فيصير عندي فولس انيوريزم. هو كلش كريتيكال هذا. طبعا هوني عندنا الساكولار رقم واحد والدايسكتنج اللي هو موجود واضح على ثاني وحده على يمين، واخر وحده هو الفولس فولس انيوريزم. This is a angiograph of what of arterial system اللي هو superficial femoral artery showing sacular aneurysm. Okay, بالبروفايل ده مع features of leaking.
هوني هاي واضحة بالضبط، هوني الساكولر أوكي والفيوزيفوم والروبترز بالساكولر. هاي الصورة صورة امتحان طبعا، صورة امتحان أيضا دائما أجيبها واضحة. It is angiograph of زين. It is for the hand or the for the foot. منياف نسأل إيمان حامد. نعم دكتور. Okay. Describe the picture please. ما عندي معلومات عن الموضوع. صورة، هاي الصورة أمامك. يعني as artery؟ هسه هاي وين سايد؟ أعتقد هاند. هاند. It is hand. ناخذوك الرادياس الالنار الغاليه. هذا انيوريزم اوف ذا راديال ارتري. اوكي انيوريزم اوف ذا راديال ارتري. فتقولين this is an angiograph of the upper limb showing sacular aneurysm of the radial artery. شكرا دكتوره. نجي على الصوره الاخرى. Clinical features. Clinical features of aneurysm. It might be asymptomatic. يعني aneurysm موجود بس ما يأثر، ما بينه أي symptoms. قسمنا ال investigation أو قسمنا the clinical features of the aneurysm to the four type. الطيب الأول هو result of what of expansion. يعني أشقل عليك ما هو ال wall، أشقل عليك ما هو ال wall تدريجيا فيصير بينه expansion. أوكي قد راح يأثر، بس يأثر على adjacent tissue. يأثر على adjacent مثلا تراكيا، سيفيغاس، بون وطيبر. عندنا النقطة الأخرى هي الثرومبوزز. من يصير عندك expansion فيصير عندي turbulence flow. مثلا عندنا aortic aneurysm most commonly associated with high rate of thrombosis formation. هاي thrombosis formation راح تكون موجودة فتعمل لي stenosis. Sometimes نقطة ثالثة release of emboli. يصير عندي شيء بسيط، يصير عندي thromboembolic phenomena فراح تنزل جوا فتعمل لي acute ischemia مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. ونقطة الأخيرة خاصة هي تشتربيا السيركولار تايب اللي هو ربتشرز. يعني هذا عايز ديليتيشن 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 إلى أن يصل مرحلة بعدين سيبينه ربتشر. واني this is an emergency condition. Leaking or rupture aneurysm. It is an emergency condition. فإذا all aneurysm can be symptoms, can have symptoms related to the vessels affected and to the tissue it supplies. Most aneurysm of clinical significance can be palpated and typically an expansile pulsation. تخلي إيدك وتشع أكوفة pulsation. Transmitted thrill موجودة also. زين. The interesting features اللي هي swelling. رقم واحد على according to the course of the aneurysm. Compressible sac, thrill brewery. The extrinsic اللي هي من pressure effect of near barring or distal structure. إذا على الفين مثلا سدينا الفين راسي عندي إديما. إذا عندي رأسي عندي elder cell sensation, bone and joint رأسي عندي restriction of movement مع pain, tubes like osivagus and trachea تعمل لي dysphagia or dyspnea and so on. Differential diagnosis, emesis or abscess or tortuous like often ectatic artery. يعني اقروها انتم. هسه خلصنا المقدمه مال الانيروزم، نجي ناخذ مثال على الانيروزم اللي هو مثال مهم جدا وي فيس ات مور ان كومنلي ان براكتس اللي هو يسمى بالتربل اي. تربل اي ات مين ابدومينال ايورتيك انيروزم. ابدومينال ايورتيك انيروزم. اشهد الحضور والله يا شباب. الحضور 20 طالب، انا من اثنين او ثلاث يعني اشياء، يعني 17 طالب موجود. يلا الله يساعدكم. هاي المحاضرة السادسة عندكم لو الخامسة، والأحد أيضا ست محاضرات. الاثنين يعني أحد واثنين وثلاثة، يعني عندكم 18 محاضرة. أنا أتذكر إحنا كان عندنا 3 محاضرات صباحية، بعدين ساعتين عملي، بعدين محاضرتين بعد الظهر. هذه السبت أحد اثنين، يعني 5 × 5 × 5 15 محاضرة. ثلاثة أربعة خميس
عندنا فقط محاضرتين محاضرتين محاضرتين، يعني 6 × 15 كان عندنا 21 محاضرة والله بوقتها. يلا ان شاء الله ان شاء الله يعني بيغطون المادة الجماعة وتمشي الامور. واربعاء وخميس ايش عندكم عملي بالكلية تاخذون ولا صب؟ يعني هم باوربوينت. يلا خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. محاضراتي واضحة يا شباب؟ اكو اي اسئلة؟ احد الطالبات مالله مع فيصل بعثت لي يمكن على التليجرام على، قالت ايد افتهم اشون ادرس. موجودة عندكم احد الطالبات اللي بعثت لي؟ احد الطالبات قالت دكتور اشون ادرس مادة الثوراسيك سيركري، يعني انا ما انا بصراحة هو حاله حال كل المواد، يعني اكو مادة نظري واكو مادة عملي. اوكي انت تقرين المادة النظرية تحاولين تفتهمين تدريجين تعيدين المادة. ثاني شيء المحاضرة موجودة عندكم تكون تقشعوها دائما، اكو سلايدات موجودة انا موجود. فما اتوقع يعني عندكم كتابكم اللي هو اللي هو شورت براكتس اتوقع ما تمام، الشورت براكتس موجود اللي هو يعني المرجع مالكم بالنسبة للمحاضرة او بالنسبة للمادة كلها. نحن عندنا بقية الامور يعني اكو ملازم للجراحة، ملازم للباطنية كعملي، بس كنظري هي هاي المادة موجودة، يعني موجود المادة. ومع ذلك انا حاضر لاي سؤال او استفسار. نجي ناخذ التربل اي. طبعا انا هسه جاي من الجوسق لانه انا دوامي بالجوسق بالجامعة، يعني يا دوب طلعت وحدي الا ربع، مع العلم كان عندي شغل بعد، بس يا دوب الحق ارجع البيت حتى انطيكم، لان هناك 1:30 للثنتين ما اتوقع يكون احد، والكلية ايضا يعني النت مالتي ما ذاك القوي. التربل اي ابدومينال ايورتيك انيوريزم، اوكي ذا موست كومن تايب اوف انيوريزم اللي هو اوف لارج فيزلس انيوريزم، موجود تقريبا 2% من البوبوليشن اوف ات اوتوبسي، 95% اوف اثيرو ما لازم يكون بينو ديجنريشن، واكثر من 75% هو يكون اشني يكون بيلورينال. هاي البيلورينال فيري امبورتنت، يعني خلك 105% بيلورينال. ليش بيلورينال؟ لانه راح تفرق عندي بالمانجمنت، يعني انا من اشتغل ابوف رينال النيوريزم عن البيلورينال، انا رينال ارتري ات واز نوت انفولفد، هاي مهمه جدا عندي، مهمه جدا عندي بالمانجمنت. مور كمان ان ميل نحو هوني بالليفت سايد ذير از ان اكستنشن اوف ذا انيوريزم تو ذا رينال ارتريز. Next step, next picture, there is no extension, so it is a bilorenal. حتى من عمل الكلام راح عمل الكلام bilorenal، فما راح يتأثر عندي renal perfusion، فأطول بالكلام، بس من عمل الكلام على renal arteries لازم أخلي وقت عندي إنه لا يطول، يجوز عندي renal impairment and renal failure. هاي أيضا هاي الثوراسيك والأخرى هم bilorenal. This is a picture of triple A abdominal aortic aneurysm. هذول يمكن خلينا كلامب عليها. Symptoms of a triple A. يعني احنا عندنا مثل ما قلنا بالضبط نفس الشيء، هو قد يكون asymptomatic المريض ما يشعر بالهاي، او قد يكون symptomatic. Asymptomatic غالبا ما يجي accidentally، يعني ايام مثلا abdominal pain عنده او renal colic او أو suspicion of a pregnancy أو whatever gallstone أو simple gastritis أو gastric pain، عمل له ultrasound حقق فدماس موجودة بالسون أربعثة suspicion of adenal aorta، نبعثه بعدين CT NGO أو دوبلر أو NGO. السيمبتوماتيك patient راح يجي غالبا يقول لك دكتور عندي abdominal pain أو عندي backache أو abdominal discomfort، واضحة جدا مرات الثاي أو يكون because of nerve compression راح يصير عندي مثلا sympathetic. عندنا رقم 3 GIT وإما urinary and venous symptoms. venous symptoms إذا صار compression على الفينوس رتين راح يصير عندي إديما. 3% of pain 3% يعني pain هو inflammation of the aneurysm itself.
disembolization مثل ما ذكرنا قبل شويه, brief loss of consciousness. هوني من المريض اللي عنده loss of consciousness وتدحق علينا abdominal mass و peripheral ischemia او absent خاصه في femoral artery, فمعناته هوني المريض اما صار عنده leaking او rupture. Femoral pulsation in one or both sides may be diminished or absent. A pulsatile mass is palpable in the abdomen and there is sign of shock. اللي هو معناته إما leaking or ruptured aneurysm اللي مثل ما ذكرته تعتبر من الـ emergencies. Without surgery, بدون ما أي نعمل أي شيء للمريض, 80% من هذول المرضى من السيمبتوماتيك aneurysm راح يموتون خلال سنة واحدة. 80% من هذول. أما with surgery 80% will be live. The asymptomatic يعني an aneurysm found accidentally in a clinical examination or radiological or ultrasonography. If infected patient should be considerable for surgery of more than 55 millimeter in diameter measured by ultrasound. أفضل هذا الرقمين 55 و45, يعني 55 سنتيم 55 مليم 5 سنتيمات ونص, هذه بالميل. إذا أقل منا الطريقين يتبقين المريض under follow-up serial ultrasound checking. أما إذا أكثر منا حتى إذا كان asymptomatic فهو indication ما surgery. أما إذا كان 45 سنتيم بالفيميل 45 مليم بالفيميل نفس الشيء, أقل من 45 مليم checking follow-up, أكثر من 45 مليم معناته إنه indication for surgery. One or less من aneurysm less than 55 millimeter in diameter as high as 20% on those that are more than 70 millimeter in diameter اللي هو annual incidence of rupture. Regular ultrasonography assessment is indicated for asymptomatic aneurysm أقل من 55. وأنا بصراحة إذا أخذت مثلا ثلاثة موز كذا راح أتابعه فترة قصيرة 6 شهور إلى 6 شهور أو أقل, إذا شفت بها أي إنكريز معناته هذا راح يصير فترة بعد فترة راح يزيد. فهون أنا يعني دائما أنصح بالنسبة للأوبريشن مثل ما عاد أذكر, إذا المريض 3.5 أو 3 أو كذا وشعت إنه مثلاً المريض بها ما جاء تعمل عملية, أعمل عملية هالوقت, لأنه مثل ما قلت لكم good preparation for elective surgery is better than rapid emergency operation. يعني من يصل 4.5 5.5 ودي سي بي نوربتشر أو leaking المريض he may be lost in the operation. Investigation, عشان investigation for vascular, خلي نسأل إحنا إيمان سألناها أحمد سالم. أي دكتور؟ أي عندك هذا المريض suspicion of triple A abdominal aorta. أوكي؟ فأنت أشون to confirm your diagnosis, يعني أشون أنت تثبت تشخيصك بالضبط؟ دكتور نبعثه دوبلر ألتراسون. إيه ممتاز. وبعد؟ بعدين الأنجيوغرافي. أنجيو ممتاز. وبعد دكتور هذا اللي أعرفه يعني أنجيو واللي قبله أز ذكرت دوبلر مهم جدا. احنا بالنسبة لنا الدوبلر الالتراساوند بالبداية وتعمل له دوبلر إذا طاق يعمل له أبو الالتراساوند لأنه بالأبدومن, هاي اثنين ما صار تحوله على السي تي أنجيو. أوكي ما طلع واضح, هاي السي تي أنجيو طلعك واضح عندك الستاندرد اللي هو الانجيوغراف of the abdomen يعني الأورتا, هيطلع لك هي كليش واضحة. زين investigation of pain x-ray, الاكسراي هيطلع لك في calcification أو shadow موجود بالانيروزم الوال, ultrasound اللي هي المهمة, CT scan أوكي MRI والانجيوغراف. CT scan غالبا يعني ينطيني الديتيلز بس إذا مع contrast يكون أفضل. MRI أيضا with MRI اللي هو الانجيو يكون افضل, الانجيو العادي accurate diagnosis additional information about PVD renal important is in supra renal extension مهمة جدا, aneurysm
presence of the thrombus, stenotic lesion in the renal artery, external iliac, superficial mesenteric, superficial mesenteric artery. يعني هاي التفاصيل. بس أنت إذا ذكرت لي ultrasound, Doppler, CT, NGO, MRI, هذه هي الشغلات المهمة. وهي فعلاً يعني هي تنطينا diagnosis. الأخوة best one اللي هو CT NGO. Best one اللي هي CT NGO. هاي صورة مع الثراسك. Dissecting والله aneurysm, aortic aneurysm. نسأل منو أحمد بلقيس. بلقيس describe the picture please. نعم دكتور. أي دكتور قولي. Enlargement of the aortic. يعني تقولين قبل هكذا مثلا إيش هتشعين أنت بالصورة؟ إذا إيش نوع الفحص؟ إيش اسم هذا الفحص؟ الإكس راي. هاي إكس راي؟ لا لا. الأنجيوغرافي. أنجيوغرافي إيه بعد؟ Show the enlargement of the aortic and aortic ايش artery اي ما تكون aortic to the aorta okay aorta. بعد then site دكتور اعمل description suprarenal or infrarenal يلا بلقيس منو تكلم من الشباب دكتور معك أنا أحمد يلا حمودي يلا قول on the CT angiogram of the abdomen there is a bulging of the abdominal it is not a CT angiography إيه angiography ما CT إيه there is a bulging of abdominal aorta below the kidney إذن إنفرارينال زين أحسنت هو أنا لا أريد منكم تعرفون إنه هذا بيلورينال أو سوبرارينال أو بالضبط مال الإليك أرتريز لو مال رينال أرتريز لأنه راح يفيدنا كلش هاي الصورة أيضا the same picture okay showing what نسأل دعاء غانم نعم دكتور أي دعاء describe the picture This picture describes the angiography for the abdominal aorta. This picture show sacular aneurysm of the aorta. Sacular? Aneurysm بشكل عام نقول. إيه دحقي. من تحكين كلمي الأستاذ أو الممتع. أغط نفسي. It is not a sacular. It is a fusiform. Okay, بس يعني. Okay, يعني okay, بعد. Aside from the renal artery and below. إذن infrarenal and below. هو infrarenal رقم واحد بينو extension to the right iliac artery. أحسن. Iliac artery. Okay. منو بعد رغد؟ أي نعم دكتور. دكتور بس هاي. تفضل نعم. بس هاي ما infrarenal والما هاي suprarenal هاي ما عاد افتهمها. يعني زي منو يفهم زميلتكم يعني اذا ممكن احد من الشباب والبنات دكتور يعني دكتور الانفرا واحد منكم اوكي ايه دكتور السايت مال نيوريزم إيه؟ اما تحت الرينال ارتري بيوفيريكيشن بيوفيريكيشن او سوبرا يعني فوق الديفيجن مال الرينال ارتري من الابدومينال اورتا اوكي دكتوره هو عندنا الاورتا يبدي من الهارت من فوق اسندينج بعدين الارش بعدين ديسندينج ما تمام بعدين يصير عندنا الثوراسيك وينزل عن طريق الدايفرام عن طريق الايورتيك اوبننج ينزل جوا على الابدومين ينزل على الابدومين يصير ابدومينال ايورتا
اوكي ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا عندنا سوبيريور ميزنتريك وانفيرال ميزنتريك، راح يعطينا رينال ارتريز. اوكي وراح يجي الجو بعدين سينو بايفوركيشن الى اذا رايت اند ليفت كمان اليك ارتري صح. ايه فالسايت اوف ذا انيوريزم مهم عندنا. اذا كان السايت بس بالاورت اللي هو بلو رينال تحت الرينال ارتريز اوكي هاي هوني بالمانجمنت راح تفرق عندي كثير. اما اذا هو بدا من فوق الرينال ارتري فمعناته ايش؟ معناته من راح يصير ديليتيشن بالايورتا. الاوريجن مال الرينال ارتريز الاوريجن مالتها راح تدخل ضمن الانيوريزم فراح يصير اكستنشن بالانيوريزم تو ذا رينال ارتري. فهوني من انا اعمل مثلا ذكريني بها من راح اشتغل بالعملي راح احتاج وقت اطول راح اقطع البلد عن على البوث كيدنيز وراح اعمل مثلا خلينا نقول ري امبلانتيشن او باي باس للرينال ارتري اتسيلف. في حين لو كان فقط بلو رينال اعمل كلامب واشيله واشتغل وما يدخل اي شيء بالرينال ارتري يفرق عندنا جدا. اوكي يلا رغد ايش تشعين الصوره قدامك؟ هذه الصوره سي تي انجيوغراف. احسنتي هذه سي تي انجيو. اوكي شباب سي تي انجيو سو شوينج CT angio show aortic artery aneurysm. ايه السايت؟ السايت دكتور انا عندي مشكلة بالسايت بلورينا اللي معودة بلورينا. يلا اوكي زين هاي الصورة عادي ما CT scan واضحة جدا اليومن كلش compressed بالنسبة للأيورتا. management indication for operation in AAA asymptomatic و symptomatic. الاسيمبتوماتيك نحن قلنا اذا كان اكثر من 55 مليم اوكي ان اي بي فيو هذا بالميل وبالفيميل اكثر من 45 مليم patient fit for surgery expected mortality rate اقل من 5% مثل ما قلت لكم قبل شويه. يعني المريض انت مشيت المريض وفيت فور سيرجري عنده مثلا 35% و25 او 30 يعني اكوردنج هذا الرقم. انا بالنسبه لي it indicated for surgery. احنا ما عندنا هذاك الادفانس سنترز فور فولو اوف ذا بيشنت انه انا اتابعه كل 6 اشهر او 6 اشهر واقيس وهو مريض اصلا يعني ما عندنا هذا الكومبلاين مال البيشنت اللي تقي يتابع نفسه. ثاني شيء انا ما دخل المريض بخطوره انه عنده ربتشر ف اي ادفايس هيم تو دو ذا اوبريشن. بالنسبه للاسيمبتوماتيك بالنسبه للسيمبتوم اي سيمبتومز موجوده بالانيوريزم ما لي اي دخل بالسايز اللي هو indication for surgery. يعني aneurysm of any size that is painful, tender and causing distal embolization, this is an indication for surgery. ruptured يعني مباشرة أنا أسحبه على العمليات راح يصير ruptured anterior part of the abdominal peritoneal cavity 20% free bleeding posterolateral retroperitoneal 80%. okay usually retroperitoneal راح يكون شوي أخف لأنه محصور المنطقة. أقل من 50% من المرضى اللي هي ربتشر سيرفايفل تو ريتش ذا هوسبيتال. أوكي يعني المريض يعني حس عنده مثل تيمبونات صار عنده بليدنج حيصل للمستشفى هيز الايف بس 50% منهم دايد. If no operation is performed death is virtually inevitable. Operation result is better than 50% of survival rate. المانجمنت early diagnosis يعني هذا المريض يجي وعنده شيخ لكان كان عندي هيستوري مع الابدومين الايورتا بس على تابعه عند فلان دكتور وكذا وكل ايش قد حلقه قاعد اعمل هو ما هذاك الشيء يعني قبل خلي بالك انه يجوز هذا ربتشارد مثل ورد او خاصه اذا تشيك الفيمورال بولس ما عنده واذا عنده سيفير ابدومين بين او باك بين واذا كان معانه ساين اوف شوك ايميديت ريسيتيشن لاكسجين اي في كانولا ريبليسمنت ثيرابي نخلي له سنترال فينس لاين اذا موجود عندنا مينتين سيستوليك بريشر بات نوت مور ذان 100. ليش ما ارفعه اكثر من 100؟ وصلنا زينب. يلا زينب هون يعني نقرا نحن عن نحكي على المانجمنت يا دكتوره ليش ما انطي او ارفع او ارجع الضغط مال المريض على الطبيعي 120 130 140 ليش ابقينه بحدود ال 100 حتى لا يصير عندنا ربتشر؟ ما مش صحيح هذا مهم جدا حتى لا يصير عندك مور ربتشر. حتى مثلا اذا هو كان سمول اوبننج لا يصير عندي لارج اوبننج. بعد ايش عندنا؟ يورينري كاثيتر هاي مثل ورد خلون كروس ماج 6 باينتس اوف بلاد فعلا 6 بطولي تحضري له الدم للمريض. هوني اذا كان المريض هو داخل الامرجنسي
وانت عسري او جزء ما تلقوا له ست بطولي دام اذا كان عنده مثلا اي نيجاتيف او اصلا ار اتش نيجاتيف جزء ما موجود، في حين من يكون من قبل حوالي شهرين او ثلاثه او اربعه after you diagnose the patient or the patient with aneurysm من تعملي له preparation للoperation وانت مرتاحه خلال اسبوع يجوز تحضري له البلاد او المتبرعين تفرق عندك تفرق بالسرفايفر ريت. Probably transfer to the operating room. Then surgical procedure, the open procedure. The open, راح نفتح الأبدومين. طبعاً cadaveric opening من السيفيستيرويد إلى سوبرا pubic. هذا رقم واحد. بعدين إيش راح نعمل؟ راح نعمل opening of the peritoneum. نشيل الانتستين والسمول واللارج موجودة عندنا السمول. With the omentum to the right side. نفتح الريتروبروتونيال over the ايورتا، نطلع الدايف العفو الانيوريزم واضح قدامنا، اعمل تيب يعني تيب مثل حبل حول الارتري ارفعه، بعدين اعمل كلامب. كفاسكولار جولدن فاسكولار ادفايس اور رول از تو دو بروكسيمال اند ديستال وات كلامب بروكسيمال اند ديستال كلامب اوف ذا اني ليجينيو، يعني ايش اعمل؟ اخلي قبل الليجن ماتي وبعد الليجن عندي مثل سيطره حتى لا يصير عندي بليدنج، اخلي النوكلام بعدين اقص الانيوريزم افتحه هكذا اطلع الدبرس الموجودي اذا كؤوز اسده اجيب اخلي اشياء كميه بالصوره اسده هذه ابدومن الايورتا واضح جدا فتحنا بالابدومن. بعد ما فتحنا الابدومن وشلنا الدبرس اللي ببطنه نجيب جرافت، هذا جرافت اخيطه proximally and distally. بعدين ارجع الوول اوف ذا انيوريزم خيطه فوق هذا الجرافت حتى اقلل ايش؟ حتى اقلل نسبه الليجن. نرجع مره لاخواني، هذا انيوريزم باليورينال تشعون، جبتوا كلامب، هذا كلامب وهذا كلامب، مرات اخلي الكلامب على الدحاق هون اكو اكستنشن شويه على الالياف، خلي كلامب وخلي كلامب من فوق ومن جوا. بعدين فتحتوا الانيوريزم، بعد ما فتحتوا الانيوريزم فتحتوا الانيوريزم عملته بروكسيمال، بعد شوية هعمل ديستال انستوموسيس، كملته خليته هذا الجراف داخل الانيوريزم، فتحته الكلامب مش الدم بينه من فوق لجوه، اوكي ارجع اخيط الوول اوف ذا انيوريزم على الجرافت حتى اشني اقل نسبه الاديجن مع الانتستين والامنتم مع الجرافت. This is the classical one. This is the... النقطه الاخرى اللي يسموها اندوفاسكولار هي ريسنت وان، اللي ادخل ستنت اوكي داخل الانيوريزم بعدين ادخل الجرافت وينفتح مثل الامبريلا. The idea here is to bypass that part of the aneurysm from the bloodstream. يعني انا من ادخل هاي ادخل الستنت واعبغ على النورمال اريا سايد، بعدين من افتح الامبريلا تنفتح قبل ينفتح عندي هذا الجرافت يثبت على يثبت على الوول اوف ذا ارتري، بعدين انزل لي جوا باليمين بعدين ادخل باليسار. حتى لو تلاحظون هون جوا الرينال ارتري، لو كان الرينال ارتري انفولف بالانيوريزم ما تقدر اخلي هذا جرافت، ليش راح يسد لي الرينال ارتريز باليمين واليسار؟ ادفانتج مال الاندوليومينال اللي هو ماكو فتحه نو ابدومينال وول نو سوتشر only at the groin فقط بالجروين من ادخل انا بالكاثيتر. نو جنرالي يشتغل اندر لوكال انستيزيا فاستر ريكفري شورتنج تايم ان ذا هوسبيتال اند ريدوس كومبليكيشن ليس بين. الديس ادفانتج مال الاندوليومينال اول شيء موفمنت اوف ذا جراف قاعد يتحرك يسمونه مايجريشن او بروستيتيك فراجمنتيشن، من دائما انت عندكي فوق يعني عندكي فورم بودي، هذا فرندي بالبدي راح يعتبر فد نايتس فور كومبليكيشن ما مثل الناتشرال ديسبليسمنت اند ليك يسمونه اندو ليكس يعني ليك منه من الجراف. لايف لونج فولو اب ان ريجولار ايمجينج، ما دام عنده جرافت قد ياخذ انتي كوجولنت، الكوجولنت قد ياخذ لايف لونج هوني قبل العمليه اوكي بعد العمليه رايت ليف جهتين. هوني دخلنا الكاثيتر من الرايت فيمورال عبرنا الى رينال ارتري، بعدين دخلنا الكاثيتر الاخر من الجهه الاخرى واحد يم الاخر، بعدين نزلنا من الرايت سايد نزلنا الجرافت بحيث بالضبط من يمينك جوا رينال ارتريز ونزلناه الى الالياك، قمنا فتنا بالرايت سايد بالليفت سايد اوكي عشان هذا له وربطنا ايضا الجرافت الاخر. فبصوره نهائيه راح تشعر في موجود الانيوريزم بس ما له دخل بعد بالبلوت ستريم.
اوكي هكذا بالضبط ينفتح الانيوزم بهالطريقه هذه. كومبليكيشن مع الريبير اما ريسبيراتوري كاردياك عندنا كولونيك والجي اي تي رينال فيلر اند انفكشن نيورولوجيكال اند ابدومينو ايورتا ابدومينو ديدينال فيتشولا ات از ا رير وان بروستيتيك انفكشن ان كومولي ام ريكوايرد يصير عندي انفكشن معناته لازم اشيله لانه هو بالبروستيم قد عمليه سبتسيميا لمبري فاسكولاريزيشن بينج اتشيفد باي اكزيلر باي فيمورال باي باس. خلصنا للتربل اي سنجي ناخذ بعض مثلا الالياك ارتري بس اكو فيديو هون يدخشكم اذا موجود الالياك ارتري ممكن هذا موجود خلينا نشوف into the abdominal aorta, so Reese endo has been an open surgical is untreated. The traditional approach to abdominal aortic aneurysm repair. الصوت واضح؟ صوت الفيديو؟ والله فول دحق هوني. وين هذا؟ هذا فول آخر واحد. والسماعة مال هذه أيضا فول. Surgical procedure, endovascular repair using an endovascular stent graft is a more recently developed approach. In this procedure, a guide wire is introduced into the abdominal aorta through a femoral artery. هذا جايد وار دخلنا له من الفيمورال ارتري اباغ الانيوريزم ووصل رينا ارتريز للابدومينال. This is followed by the sheathed main body of the stent graft, which is positioned body of the stent graft composed of a non-permeable polyester material supported by a self-expanding flexible metal frame. Self-expanding يعني هو ينفتح من حاله وبينه مثل خلينا نقول مالكيوار عنده مثل ستنت موجودي هذه تشعر مثل حرف ام هكذا يعني مشخبطة. هذه عبارة عن سمول ارتري تلزق لزق بالارتري يعني احنا نراد ان نفذ فيكسيشن ما اخلي الجرافت وعوفه. شاتم هوني يعني عطشون هذا السكشن الموجود من الانيوريزم هذه هاي يعني this is an indication or the fit patient for endovascular. اذا كان الانيوريزم بعده لي فوق فمعناته انه هاي القطعة البسيطة فوق الانيوريزم اذا حركها لي فوق راح تسد لي الرينال ارتريز ما راح يجي لي بلاد الرينال ارتريز. فهوني كلش مهمة لازم يكون عندي قطعة فوق. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair is intended to relieve further pressure on the aneurysm and reduce the risk of further dilatation or rupture. Okay, شباب اتوقع واضحه الاندوفاسكولار بعد الفيديو. بالنسبه للالياك ارتري يعني الالياك هم بسيط جدا ان كونجكشن وذ اورتا دائما يجي نوع من الاورتا ات از رير ايضا probably degenerative مثل اثيروسكليروتيك نفس الالتقام مع الايورتيك انيوريزم. افضل رقم 3 سنتيم اذا 3 سنتيم اكثر منه معناته اوبريشن اقل منه للفولو اب ونفس الايديا. اما بالنسبه لي اليك ارتري اعمل له اند ريسكشن اند اند تو اند انيوريزموسس. الفيمورال ارتري عندنا اما الترو اللي هو بين 3 لاير وعندنا الفولس انيوريزم. الترو ايضا ديجنريتيف له علاقه يعني اسوشيت ويز ايورتا و50% يكون بايلاترال. الكومبليكيشن اقل من 3%. كونزرفاتيف مانجمنت از جنرالي انديكيتد بات ات از امبورتنت تو لوك فور انيوريزم elsewhere. يعني قد يكون معانو بوبليتيال معانو الياك معانو ايورتا. احفظوا رقم هناك 3 هون 2 الى 2.5.
الفولس انيوريزم يعني هون انا عندي مثل فايبرو يعني كان سحبته مثلا بلاد فيمورال ارت فين او دخلته كاثيتر او جايد واير عملته كورونري او عملته واتيفر بعد فتره صار عندي سويلنج وني هذا كان صار عندي دايسكتنج انيوريزم يسمى بالفولس انيوريزم بلاد طلع حوله صار عندي فايبروسيس فصار عندي مثل هيماتوما هذا يعتبر فولس انيوريزم هوني حتى اعالجه مرات عن طريق الالترا ساوند بروب اي كيك ذا فولس انيوريزم حتى اعمل فد ثرومبوسيس من صار ثرومبوسيس داخل هذا الانيوريزم بلاد بعد ما يدخل من ما يطلع من الارتري تو ذا انيوريزم this is what's called non-surgical by ultrasound compression to induce thrombosis. أو بالأحرى أفتح نعمل له simple surgery. It's a beautiful surgery of aneurysm. This is an NGO showing femoral artery aneurysm واضح جدا. هذا المريض عنده femoral artery. طبعا هوني bullet injury تلاحظون هاي كان صار عندي traumatic aneurysm. Inlet to exit. Femoral artery aneurysm. هوني ايضا سي تي انجيو واضح جدا بالبايفوركيشن يعني ذاك البروفندا والهوني انا بالنسبه لي هذا الكيس اقول يعني كات ان انتو يعني روزم اند رين امبلانتيشن اوف بروفندا هاي صوره الامتحان اللي تيجي عشرات المرات هوني ايش نسال منه بالله نسال ساره ابراهيم نعم دكتور اي لو يجيك هوني سبوت دياجنوستس ايش راح تجاوبين دكتور بس هي الصوره ما يعني ما طالعه يمي ليش ما طالعه يمي دكتور يعني عادي اطلع من الكلاس وارجع خاف يعني صوت ما اعرف اي طلع دكتور بقيت الشباب طالع صوره عندكم والله دكتور انت يمي ضعيف والله يا دكتورة أمرنا ما بيجي دكتور شنو السؤال عيدة؟ الصورة واضحة يمج؟ أي دكتور طلعت يعني أنت قبل شوية ما كنت تشوفي أي صورة؟ قبل شوية أنا طالعة الصورة اللي قلها يعني إذا تشوفين يعني البرزنتيشن الشيرينج اي دكتور هسه دا اشوف يلا دي شوفي لها هاي الصوره اند انا راح اجيب لكم سبوت دايجنوستس سبوت دايجنوستس يا ساره زين ساري فتحي اي دكتور سبوت دايجنوستس دكتور سيركولار ارتيريال انيوريزم ساكولار ارتيريال تاخذ درجه كامله زين السايت بالضبط يصب دكتور اعتقد بالهاند والله ما اعرف يمكن بالهاند يعني بالراديال ارتيري خلينا نقول بالالنار اعتقد بالالنار زين ليش ما بالليك بتفوت بالدورسال سبيدي ممكن دكتور صحيح صح يلا خير صحيح دكتور وبيتال ارتري 70% من البريفرال ارتري مور ذان ميل ايضا 1/3 اوف ات كومبايند باي ارتيك ديليتيشن 2/3 باي لاترال اوكي اتوجه ايضا اثيروسكلوروسيس تلاحظون كل الاثيروسكلوروسيس كل الانيوريزم اتس كوزد باي اثيروسكلوروسيس بعدين انفكشن تروما او انترابنت سيندروم كولاجين ديزيز ايضا الكلينيكالي سويلينج بيهايند ني سيفير اسكيميا فولينج ثرومبوسيس ديس اسكيميا رابتشر ايضا ارجنت سيرجري انترا ارتيريال ثرومبولايسيس انديكيتد ان اكوت كيسز اسيمبتوماتيك انيوريزم الكتيف سيرجري واحفظوا رقم 25 او 2.5 بالالياك احنا قلنا 3 بالفومورال ارتري 2 الى 2.5 بالبوبيديال 2.5 دايجنوست عن طريق سي تي عن طريق الالترا ساوند البسيطه ام ار اي كان بي هيلفول treatment bypass انا ايش اعمل اقص cut the aneurysm and then end to end ligation end to end anastomosis هذه popliteal artery واضح جدا هذه CT angio of popliteal artery واضح بالpopliteal fossa اوكي نفس المريض او مريض اخر هم نفسه عنده بينه traumatic aneurysm channel swelling واني افتح posterior aspect افتح الكاسوكيمياس بعدين اطلع السويلينج اللي موجود هذا بعدين افتح اشعل الانيوريزم اقص الانيوريزم اعمل اند تو اند مثل هاي الصوره اند تو اند انستموسيس
prevention or can be prevented. Decrease the smoking, eat low fat, low cholesterol diet to reduce the buildup of plaque in the arteries, control blood pressure, control diabetic and regular physical activity. أعتقد خلصنا المحاضرة.